الافتتاحات الجديدة من هذه الصعوبة. دعوني أنتقل إلى موضوع آخر، حيث افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباد يرافقها وزراء التموين، التنمية المحلية والبيئة والتعليم، افتتحوا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. أكثر من 400 عارض من مختلف محافظات مصر يبدعون ويتنافسون في عرض منتجات يدوية وتراثية تعبر عن الأصالة المصرية، ليأتي افتتاح معرض ديارنا والذي يقام بأحد المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والبيئة والتموين والتعليم، والذي يعد من أقدم وأعرق المعارض في مجال الحرف اليدوية. معرض ديارنا الحقيقة بتجمع ما بين الشق الاقتصادي، إنها بتفتح فرص للتسويق وفرص لأن مشاركة كتير من السيدات ومن أرباب الحرف على مستوى جمهورية مصر العربية، من أول الصحراء الغربية للصعيد للبحري لأسوان للنوبة، بتعرض منتجات مختلفة. من يمكن هنا السمة العامة لمعرض النهاردة هو إن احنا بنتكلم على القاهرة القديمة، شارع المعز من أول باب الفتوح لغاية باب زويلة، كل حارة من حارات المعرض متسمية باسم مختلف بتعرف فيها تاريخ مصر القديمة. المعرض الذي يقع على مساحة 2000 متر مربع يتجسد من وحي القاهرة القديمة لفنون الأرابيسك والزجاج وعرض المنتجات المتعلقة بشهر رمضان وديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات. بنحاول نعمل إعادة تدوير من إكسسوارات العربيات وننتج منها وحدات إضاءة بشكل مودرن ومختلف، وكمان بنعيد إحياء الأنتيكات القديمة زي البابور، الكلوب، الآل كاتبة، بنعيد استخدامها بشكل جديد نقدر نستخدمه تاني ونعيد إحياء تراثنا. يعني إحنا أكتر من أسرة عندنا بنقدم حاجات مشغولات بالخرز، شنط وفوانيس رمضان ومفارش، عرايس ايموجرامي بالكروشيه وسجاجيد كروشيه، وعندنا طبعا سجاد الجبلان. سيوة بتميز بالمنتجات اللي هي كلها طبيعيه وما بنحطش اي سماد عضوي، وفي نفس الوقت عندنا بالنسبه للنعناع الجبلي وعندنا حشيش ليمون وعندنا المربات بنعملها من ايادي سيويه برضو من اسر منتجه، مربات الزيتون، مربات الكركديه، ومربات كلها طبيعيه. وطبعا سيوة بتشتهر بالبلح والزيتون، وعندنا برضو المنتجات اللي هي طبيعيه. النسخة الجديدة للمعرض هذا العام تحتفل بالثقافة والفنون لمدينة وواحد سيوة الفريدة كضيف الشرف، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر. معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يمثل نقطة تمركز ثقافية تسعى للحفاظ على التراث المصري الأصيل وتسويق المنتجات صديقة للبيئة وحماية العمالة غير المنتظمة وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد الإبداعي. من داخل معرض ديارنا بالقاهرة الجديدة، أحمد ممدوح، النيل.